أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تانا ووحيا بها مركا الله قبت بادي الدعاء دعا ذي بأباب يهي لمن لو دعين يروح قال يري إني أحبك في الله إني أنيغو أحبك وانكو جعلها في الله ألا درتي سانكو جعلها في طلب مرضات الله الله سبحانه وتعالى رالي قلين أيو أيانكو جعلها قفك كير هذا محاتك ورنيسا أحبك الذي أحبك هكو جعل هذا الذي كي أحببتني أدي جعلاتي له لأجله أدي جعلاتي سداسة أقوع لنيسا طيب أنس بن مالك وحولي هاي من باوحو جوغي رسولك أكتيس صلى الله عليه وآله وسلم مركاسا وحوشا جاي ننسي سعدي بو يوحوري وان جعلها ننكاس مركاسو يرم أشاكتي مايا وحوير أرادو تغو نكاس أجعلاتي أشاكينا ضلت درتيسا أجعشاي مركا قفك كوير هذا إني أحبك في الله وحد كورنيسا أحبك الذي أحببتني له الدعاء أبا به دعاء لو دعيني لمن عرض قفك كوبا ديك عليك الدش هذا ما له مال كيس كوبا ديك يكوير هذا مال كان أنا أسكالي قيف تتربتك كقاضو ميايد عدي نعم ويد عضي وشي سوغان وصحابة صومري رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرين تي إي أنصار تي بو ولا لي إلا المهاجرين تي ويصوب حين ومكي كي مادين يقوم وحبا هيسان إيه الكودي بي كسو تيجين مال كودي بي كسو عررين أنصار بي أي مادين أنصار ومدينة دقن أنصارنا بيري هيسين وحولي هيسين رسول كان صلى الله عليه وسلم مركا وحوسن ميين نين أنصاري نين مهاجرين بو ولا لك دقي آخا بين عبد الرحمن وسعد ابن الربيع الخزرجي لبضا ننبو ولا لي رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم طيب سعد مركا ابن الربيع وحوها أنصاري وخزرجي عبد الرحمن بن عوف مركا مهاجر بوها طيب سعد با مركا وحوير لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا وحانا أنصار دتك ومالك بدن ولمرأتان لبحا سنوان لي هاي فانظر أعجبها إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها بل أفرس هوين كبال لصفور أيام مركو ولا لي لبضان سعد با عبد الرحمن وحكير عبد الرحمن وحانا هي أنصار دتك ومالك بدن مالك يقول لما كدقية قيبنا قاضو قيبنا عنيق إيرذيب سيدو كلان لبحاس بان قباي لبحاس أرد أتاقو صوئي مدى آد آد ياد أجعلاتو أيان مركا فريا مركا عددك بحدن قورسو كيري عبد الرحمن مركا محوو جوابي وحيري بارك الله لك الله كوبرك يا مالك آقا بارك الله لك الله كوبرك يا في أهلك أهلك آقا إيو ومالك مالك آقا أين سوقكم سوقي تسير سداي عبد الرحمن وبحي سوق تجي قد قد سبو قلي مركا دلان لمو قلي سمسار بو نقضي عبد الرحمن مال مكة دبو وحو قول سيدي قبر مركا أيو قول سيدي رسول كان صلى الله عليه وسلم أي أركي مركا سير عبد الرحمن ومحوها عطر كان كام وقضى إيو فرحدا كان وقضى مركا سير رسول كان لو وان قول سيدي ومركا محاسي سي قبدي قبل يرى مركا الذهب نوان سيئي بوير بل في رشرفتا سيئ خير كاس مركا قفك مالكا يكوبان لغا وحال ليذا هاي مالكي سكون بدغا بارك الله لك في أهلك ومالك وحال ليذا سوق يتسي سوق وميلها وفي عن مركا لغا قنع صدو قفك وحافي عن إنو ديدت كيسا عنو أي أغو خير بدن قفك مالنتا سوقا نسكا قلنا إي وحلال راتدا الله سبحانه وتعالى وإرزاقيا سيدا درت القف كان قلنا قد قف مساك كحرا سلاديه سيلا لنا يا سوق سينا كجرا وليبانا يا سيدو عبد الرحمن مركا سمي عبد الرحمن مركا الله سبحانه وتعالى ملكي سو بركي رسول كان صلى الله عليه وسلم صحابي وكيري
أولم ولو بشات السقوها كيهرا ونصو شاقني ماهن ميش أسمركا وان خلطني ورسول كان صلى الله عليه وسلم قفك إذا رفع إنسانا بوحو كده هجري بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير صحابي قاس موسى كدهن أولم ولو بشات وعبد الرحمن ويان صحابي وكجري مركا سيدانا صحا الدعاء لمن أقرض الدعاء دعاء لو دعاء يوباب يهي لمن أقرض قفك كديميا لو دعين أيوه عند القضاء مركا دين تأوكو ديسو إلا قفبا مال كديمي وأوكو ديسايو مركا مالكي أعلين أيسو محاد أوكو دعين أيسايو الدعاء وحليد بارك الله لك الله كبرك أيوه في أهلك أهلك أيوه ومالك مالك أيوه إنما جزاء سلفي هرمارينتا أبال قدك يدو حويانون الحمد إن قفك لوم هذيو إيو والأداء إن قفك لو قدو دينتي إن قفك ما هذي صوت راضي جزاك الله خيرا إيو مالك يمرك وكو ديمي إن أدوسو علي سوء ويان دعاء الخوف دعا ذي بأبابها لدعي سنة دعاء الخوف عبسلة دعا ذي ذي أبابها مركا لقع سنة من الشرك شركة لقع سنة مثلا الشركة ذات كعبسة محاط كدعي سنة وحضرنا إساء اللهم إني أعوذ بك الله وحن كان مقنقلي أن أشرك بك إن أنكو شريكي له وأنا أعلم أني وقرنا يوق وأستغفرك وأنك دم بداف ويدي سنيا لما لا أعلم وحن قرنا إننا دم بداف من كاو ويدي سنيا شرك مركات كعب صدق ونفتا ديس ويدي سورة وما شرك كد عضي أما تقد عضا دعا لها سياد أخرنا إساء الدعاء دعا ذي بأبا بها اللو دعيني لمن روح قال يري وكغيري بارك الله فيك الله أكو بارك يا بارك الله فيك قفك دو كغير أنا محادو قدعين إسا وحلذه وفيك بارك الله وفيك أدقنا بارك الله الله أكو بارك يا تاسد أقعلين إسا طيب ودعا داس أيا مركا الله قدعين يا قفك أدقنا أكو بارك يا دعاء كراهية الطيارة طيارة باسيسيغا دعاء دي أيوبا بيها الطيارة وحلقمك عابا ومزر تطير يتطير الطيارة والله أمك عابا الطيارة والله كرا يأذى والله ريب كرا سيدوك لنا والله كردك كرا مركا طيارة وحلقمك عابا باسيسيغا مثلا وحبات باسيستي وسلاده هي امي ارين كان كوغو خماتايو سيدان امي نقطا ارينكا قلبيغا حدو كوسو سو غالو ماركا كوسو دحو مخا سمينيسا مخا كو دعيسنيسا الان قيرادو وحان اوغان اني ماركا من الشركي كميت هي قران كان الله سبحانه وتعالى انما طائركم عند الله قالوا انا تطيرنا بكم وكوسو روت قران كان اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا طير باسيس مجر إلا طيرك باسيس غموي ولا خير خير مجر إلا خيرك ولا إله إله لا عبدنا مجر بحق لغو عبده غيرك أذيك غيرك تاسع لغو دعي سنيا وقفك مركا هدو باسيس قلبك سوصوك له دعانا يؤخرنا يا لقيا بسفر وآدي لها إنه يرهض وروحنا ما يدعانه سدان أرنكو أمين قطا بيزنس وقلي لها سدوك لي إنه باصيسي كدح دريمو دعا لها سيو مركا كد عيسانا يا دعاء الركوب فولتانك دعا ذي أيوبا بها مركا علي برسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم حديث كان كورنا يا قفك مركا مركو مركو فولو وحيابها الله فولو وحليه بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله ما قال الله كبلا بن الحمد لله ما هذا الله اسكله سبحان الذي سبحان وحنزه الذي سخر لنا الله نو سهلي هذا كان وما كنا له ما نهين
مقرنين كوا أوضو مركا مطيقين إنان مركوب كان سميسن وعان أمنا أوضو مانا اللهين وإنا إلى ربنا أنقنا إلى ربنا ربي جنبان لمنقلبون أي لصائرون أنقنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت إني أني ظلمت وأن ظلمي نفسي فاغفر لي الله إذن بداف فإنه لا يغفر الذنوب ذنبك مدافع إلا أنت أذيك موي دعا سيوقفك كد عيسانيا ومركو مركا فول ومركوب كي مركا فوش وحيابه لفولي دعا سيال كد عيسانيا دعاء السفر سفرك دعا لي سيأيوبا بيها قفك وحو سفر كرا مثلا طلب العلم تجارنا سيدوك لو سفر كرا وحافي عن صباح لي إن السفر سيدوك لمالين خميسنا سيدوك لإن سفرنا وفي عنته صباح دي إن سفران سيدوك لي آدي أدوي سنتهي الرسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم وحير اللهم مبارك لأمتي في بكورها ودعي يومركا كل هذا آدي أدوي أبركي سنتهي الرسول كينا صلى الله عليه وسلم وحير اللهم مضي إذا أبركي كل هذا كل هذا يعني الله أبركي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم ألو إنا نسألك ونكوي دي سنين في سفرنا هذا سفر كينا البر بار النقشاء ينكوي دي سنين ونغفل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب سمفل بنكوي دي سنين يا والتقوى يا عفسي ومن العمل عمل حقي سنة ونكوي دي سنين ومن عمل عملك حقي سنة ما ترضى وحاب ترى لنا قوني سينكوي دي سنين وعماشا أن سمينين كوادرا لكتها إن سمينا ينكوي دي سنين اللهم ألو هو النفض دي علينا دشينا سفرنا هذا سفر كينا كنا وطوي عنا بعده وطوي الله نولا بنضوب عنا حقينا بعده دركي سنة الله وللك نوصل سيدوك لهبينك إن سفرنا وفي عنته محايا لها بينك رسول كينا صلى الله عليه وسلم حيري دولك هبينك والله صلى الله الله إساقا قرانا يا مركز سيدو هبينك دولك صلى الله اللهم ألو أنت أذيق وحا أنت أذيق الصاحب الحافظ كان إلى لاياته روحا في السفر سفر كمركو كجر أذيق إلى لي أوغرقارا والخليفة الله مركا دمرا ينواته في الأهل أهل كحقي سنة أذيقهم بأمرك أمورتي وإستاغي من يقوم مقام أحد في إصلاح أمره بألغمك عباء الخليفة أهل كينا أذيقهم بأودب مريون كاغس وتغينا اللهم ألو إني أعوذ بك وحنكام مقنقلي من وعثاء السفر سفرك شددي سنكام مقنقلي مشاق ديسا وعثاء تاس ألغمك عباء إن سفرك رسولك إنه حكومك عباء قدعة من العذاب بويري سفرك وقيب عذاب تكمده أما طائرك سفر أما مركب راع أما قاري راع سفر وأم سفر ديارد مركب راع وحالي ديارد أما النبض بيكو دي قدون تأيه أود رمبو وحان إسقدين يا مركب سوي هاللي ينوضى ركتي نمك ديارد هوضى وحيلين هاللي سحر حرو ضرور بان مرينا روب باجرا ديارد يلغي يابينا إنان كعين لبس عضو ضيفة ديذو اللي يا مركب برف باجرا وقرون كلو سعود لغا مديقي كرو واحد ديارات كدي بدن مالي مركز فوش الله ذا إله تنمح كسو صاري دول كادات تكتو مرضى من مراعي دون تبا الله ذا يلا أقول بدن داتك وحي الملايين مركز إني وحده ويسو مركز إيه مركز فضودة وعطاء السفر وكآبة المنظر أرد حمانا سيدو كلوان كاما قنقليا مثلا قلب جب إيه مروب إيه مركز صورة ذو حماتنا سيدو كلي ديبك سفر كلي نقفك مركز سو قلو تيه سيبا بساس نقونا يسيدو كلي لغيه سيبا بورو بيا تانا وان كان مغن قليا كعبض مركا وتغير النفس بالغو مغا عابا قفك مركا سورة ديس مركا إزباد دشو وسوء المنقلب وسوء المنقلب ينو قشح بان كان مغن قليا ونقضو في المال مالكي والأهل أهلكي إلا قفك مركا صفرو وحالا ذا هاي تكانكي تلو ملغاسي دعدونا مضبع دعدونا نكادو حديبة ماشا مسيئي بسندونا يا مركا
adiga dhan shidaad ku jirtaa. Ehelkii waxaad leedahay maxaa dhici doona, ilmihii ma xanuunsan doonaa, ma ilmihii baa markaa qaarba miyaa kaa dhiman doona, islaantii maxaa ku dhici doona. waxyaabahaasoo dhan markaa si looga magan galo waa in ducadan la xifdiyaa. allaahuma hawin calayna safarana haada wadwi cana bucda allaahuma anta asaaxibu fi safar walkhaliifatu fi lahl allaahuma inii acuudu bika min wacathaai safar wakaaabati lmandar wasuui lmunqalabi fi lmaali waalahl waidaa rajaca qofka markuu noqdana qaala hunna ducadaas ayuu odhanayaa wazaada fiihinna wuxuu ku ziyaadinayaa markuu soo noqdo aayibuuna waan noqonnay oo reerkeennii baan u noqonnay taa'ibuuna allana waan u toobad keennay caabiduuna allan caabudaynaayo xaamiduuna waan u mahadinaynaa lirabbina rabbigeenna laa ligayrihi kayrkiisa maya taasaa lagu ducaysanayaa marka ducaau dukhuuli lqaryati tayib qofkii wuu safray meel baad u socotaayoo weliga aadan tegin maxaad ku ducaysanaysaa ehelkii ma taqaanid dhulkii uu kugu cusub yahay oo dabeecaddii ma taqaanid maxaad ku ducaysanaysaa ducaau dukhuuli lqaryati qaryada gelitaanka ducadeedii ayuu u baab yahay aw ilbaldati magaaladii qaryo markaad gelayso tuulo yar ha ahaato ama magaalo weyn markaad gelayso maxaad ku ducaysanaysaa allaahuma rabba samaawaati sab samadaha toddobada ah rabbigeediyo wamaa adlalna iyo waxyaabaha ay hareereeyeen samooyinkan oo ay dabooleen wa rabba alardiina sabc iyo toddobada ardi rabbigoodiyo wamaa aqlalna iyo waxyaabaha ay xambaarsan yihiin wa rabba shayaaiini shayaaiinta rabbigoodiiyo iyo wamaa adlalna waxyaabaha ay dhumiyaan wa rabba riyaaxi dabaylaha iyo dabaysha rabbigoodiiyo iyo wamaa darayna waxyaabaha ay kaxaynayaan as'aluka waxaan ku weydiisanayaa baad leedahay khayra haadihi lqarya magaaladan khayrkeedan ku weydiisanayaa wa khayra ahlahaa iyo ahalkeeda khayrkoodan ku weydiisanayaa wa khayra maa fiiha iyo magaaladan wax khayroo dhexdeeda ayaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika alla waxaan kaa magangeli min shariihaa magaaladan sharteedaan kaa magangeli wa shari ahlihaa iyo ehelkeeda shartoodaan kaa magangelayaa wa shari maa fiihaa iyo waxa share magaaladan dhexdeedaan kaa magangelaya ma waxbaa kuu haray markaa waxa khayre yaalla iyo waxa dadee ku jira khayr badan khayrkooda iyo waxa dadee shar badan shartoodaad alle subxaanah wa tacaala ka magan gashay wax kuu haray malay markaa waa duco runtii markaa aad iyo aad u yaab badan qofka markaa markuu safrayo ducada safarkana ha akhriyo sidoo kale magaalada markuu arkoy u muuqatana gaari markuu saaran yahay ama hadduu saaran yahay markab ama daa'ira hadduu saaran yahay oo daa'iradii way degaysaayo markaa waan degna marka la yidhaahdo ducadaan ha ku ducayso ducaau dukhuuli suuqi suuqa gelitaankiisa ducadii lagu ducaysanayey buu u baabihay suuqa marka la galo suuqa waad garanaysaan shayaanka calankiisa iyo madniiradiisa wuxuu surtaa suuqa awalan waa meel aad iyo aad u dhib badan waa la ysku khiyaamaa indhaha la ysugu qabtaa dadku way isxastaan falisaad badan baa ka jira suuqyada sidaa darteed lama rabo qofka inuu noqdo qofka ugu horeeya suuqa gelaya lamana rabo inuu noqdo qofka ugu dambeeya tukaamada soo xiraya dadka markay tukaamada furtaan adiga gal sidoo kale markay ka soo baxaan intay ka soo bixinna ka horna tukaankaa soo xiro ka soo bax haddii dadka laga yaabay qaarkood inay yidhaahdaan war waan ka lahayaayo dadka kale intaan markaa la furin baan sii gelayaa laa lama rabo maxaa yeelay shayaan baa meesha bandiiradiisii ay u suran tahay calan baa u suran markaa maxaa lagu ducaysanayaa suuqa markaad joogto maxaad akhrinaysaa ma warqad inta waxyaaba lagu qoraa markaa la surayaa meeshaas oo leeyahay waa balagoo markaa dad badan baa ii imaanaya laa ducadan ayaa la akhrinayaa rasuulkeenna wuxuu yidhi man dakhala suuq qofka suuqa gala ee fa qaala yidhaahda laa ilaaha ila allaahu waxda laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamd wa yumiitu wahuwa xayu laa yamuut biyadihi alkhayr wa huwa calaa kulli shayin qadiir kataba allaahu lahu alla qofkaa wuxuu u qoraa alfa alfi xasana kun kun xasano u qoraa
meeqa weeyaan kun kun waa hal milyan soo ma kun haddii kun lagu dhufto imisa one million soo ma tayib hal milyan oo xasana loo qoraa wamaxaa canhu alle wuxuu ka tirtiri qofka alfa alfi sayi'a hal milyan oo xumaatana sidoo kale waa laga tirtiri qofkii wa rufica lahu wa rafaca lahu wuxuu kor u qaadaa qofka alfa alfi daraja hal milyan oo darajana qofka kor ayaa loogu qaadaa xadiidkan waa xadiid saxiixa tirmidi baa soo saaray xaakimna wuu soo saaray albani raxmat ullaahi tacaala calayhi waa xadiis xasana ayuu yidhi fii saxiix ibni maajah ayuu ku sheegay wa fii saxiixi tirmidi marka haddee yaa xasuusanaya arrinkaa وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور وحير أنبا مركا الله سبحانه وتعالى الشكرية مركا دعاء الله حفظي سوق مركا قشان سيدو كلي هل آخر يدعاء سيان ملايين تحسن أهل مليان كحسن مليان حسن سيدو كلي نولغا ترتر مليان سيدو كلي درجنا كرنا لغو قاض مركا واسدا الله سبحانه وتعالى وكن يري رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار مركز صغيرة وسداس شدة ودنا سدوك لو ويبضن تهي خير سدوك لو لقيه لا يوقف فيها دي الله سبحانه وتعالى أيا خير هضوم يشو أعذانا سدوك الأبركين أيا الدعاء دعالي بأباب يهي لدعيسنا يهي إذا تعيسا مركو قفتو المركوب مركوب كي لسارنا مثلا وحيابيه لسارنا مركو قفتو محال سمين أيا قفشة دوال لقرنا يا سوما طيب يا ما قرنا يسان مركو دالو طيب ماها neefkii matala wuu turunta rooday oo wuu dhacay ha wuu kufay gufashaan dahna anaga ayib haddii luuqada kale gadisa wax ila qabo ma jiraan ya wax gufasho u yaqaana ma jiraan way dhici kartaa soo ma ha waa taasadi ayib adahaya malay ina qof aan soomaali garanayn waaya adducaa idaa tacisa almarkuubu markuu daalo ilaa neefka wuu gufanayaa soo ma markuu neefka daalo wuu sii intaa taqoonayaayo wuu sii dhacayaa maxaa markaa la odhanayaa bismillaahi baa la odhanayaa can abilmaliix xadiidka abilmaliix baa warinayo can rajulin buu ka warinayaa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radiifa annabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam facaharat waxaa gufatay daabatuhu daabadii uu saarnaa faqultu waxaan idhi tacisa shayaan shayaan baa markaa halaagsamayo guftayo markaa noogay rasuulkeenna wuxuu ku yidhi laa taqul tacisa shayaanu ha oranin fainaka idaa qult haddaa sidaa tidhaahdo dalika tacaadama xataa yakuuna mila albayti neefka markaad habaarto oo aad tidhaahdo balaayaha ku dhacdo shayaan baa farxayo weynaanaya guriguu la ekaanaya markaa waxaad odhanaysaa markaa magaariga markuu ka halaabo bismillaahi dheh oo markaa shaygii aad saarnayd oo alle subxaanahu wa tacaala uu kugu irsaaqay ha habaarin oo lacnad ha saarine bismillaahi dheh shayaanka markaa wuxuu odhanayaa biquwatii biquwatii anigaa sidaa sameeyey qofkaa neefkii inuu habaaro anigaa u keenay gaarigii sidoo kale inuu lacnad saaro markaa uu baasaysto anigaa u keenay buu odhanayaa marka waxyaabaha markay dhacaan waxaa la odhanayaa bismillaahi ducaau lmusaafiri musaafirka ducadiisii buu u baab yahay uu u ducaynayay lilmuqiimi qofka neg qofka negi ee aanan safrin ducadii uu ducaynayay baa marka ayuu u baab yahay wuxuu odhanayaa astawdicukum ullah waxaan idinka tegay oo aan idin wadeeca dhigay allaaha alle alladii kaasoo laa tadiicu aanan la dayicin wadaa'icuhu waxa alla loo dhiibtay ee wadeeca looga dhigtay lama dayaco allahaas ayaan idinka tegay qofka safraya markaa taasaad ugu ducaynaysaan ha haddii dadkii dhaqan kale iska qaateen inay waxyaabo kale isugu duceeyaan baa dhici karta markaa
دعانا هل هو تدال مكان الحفظيو أستودعكم الله الذي لا تضيع الله أين ضيع من ودائعه وحيابها لو ودع عدقي ما ضيع من تاسل لك دعينا يا دعاء المقيم قفكي نقاذين دعادي ودعيني للمسافر قفك سفر محوق دعيني رسولك صلى الله عليه وآله وسلم قف ذو دمعو إنو سفر وحوق إيري جري وحوق أرنجري كالي أدنو مني إيسو دوابوك أرنجري وابن عمر با أرنجري عفوا ابن عمر با قف ذو كيرا سفر بان آذي وحوق أرنجري كالي او إيسو دوو وانكو سغوتين يا سيدو رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم دتك سغوتين جري رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم وحو رنجر ابن عمر هدو قف سغوتي رسولك وحو رنجر أسودع الله اللهم وذي عدقي دينك دين تاد اللهم وديبينو إلى ليو وأمانتك إي أمانة دادة أمانة دانة هدو فرائطة وحو الله سبحانه وتعالى دوش هذا صاري يودن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها أمانة ذاتنا الله نديبي وخواتيم عملك يعملك آخر كي سنة يا خواتيم تي سنة الله وذي عدقي تاسمو ساسو أورنجي رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم سيدوك رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم قفك مركو سقوتين يوحو أورنجي زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت أنا سحوليه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من با رسولك أيمد وحكير إني أريد سفرا فزودني رسولك ألو سفر باندون يا يحيري سقوتي وحكير زودك الله التقوى ألي زاد هكا قدقو تقوى عفسي هكا قدقو وصدى الله سبحانه وتعالى أويري وتزودوا فإن خير الزاد التقوى طيب منك وحيري زدني رسولك الله وزياري وغفر ذنبك ذنبك أغنى الله الدعفو وحيري زدني ويسر لك الخير حيثما كنت أجيري اللنا خير هكوفو زيو حيثما كنت ملك سوجوكتنا الله جل وعلا خير هكوفو زيو سلاس أيوه مركا رسول كينا صلى الله عليه وسلم قفك مركو سقوتين يوجد عين جري أنا قنا تاس أيام مركا لدونه أنا نوجد عين فضل التكبير والتسبيح في سير السفر التكبير تكبير تبوبا بها لتكبيرنا يي والتسبيح تسبيح ذي في سير السفر سفر كسعش ديسا لتكبيرنا يي لنا تسبيح سني قال جابر رضي الله عنه جابر حويري كنا وحناهين إذا صعدنا مركان ميل فولنا كبرنا كو تكبير تأيانهين وإذا نزلنا مركان صدقنا سبحنا كو تسبح سدي سبحان الله يرهذا مركان ميل فولنا الله أكبر بان أرنجرني مركا واسدا قفك مركو ميل فولا يسري وحولي الله أكبر إلا الملك سو وين ولا فولا يلا كوين مركو سو دقينا الله نزهيا الله سبحانه وتعالى إنه سنه سن الله سبحانه وتعالى أوصر ريو أي مركا نزهيا يا سبحان الله أي لا يهي وإذا نزلنا أنا سبحنا الله أيان مركا تنزيهين جرني دعاء المسافر مسافر بحمد الله اللي مهديسا وحسن بلائه أي اللي مركا نعم ديسا وناقيدا وعلينا على ولون المعستي ربنا ربك أنه صاحبنا نلجر وأفضل علينا الله ودوشي أننا مركا فضائل كبوحي عائذا بالله اللوحا كما قلينا من النار نار بان كما قلينا وسمع مركا ليرهدو سمع مركا ليرهدو شيخ وحولي هاي أي بلغ ويان وقارسيه بين قنيسا سمع مركا لدهانا شهد بين قنيسا سيداسو يلي حديث كمسلم باسو صاري هو حديث صحيح قفك مركا هبين كي مركو وقتك السحور تقارو أم وقتك السحور تمركو صوكا عدو عدا سيكدو عيسانيا
بلاء حسنا صعيد قرآن ما يهي مركا ونعمة وناسا بلاء مرنا وحين نقطة مركا شدو مرنا وحين نقون إيسا نعمة نقون إيسا الدعاء دعاء ديب أبابي هاي قفك ودعاء سنة يي إذا نزل مركو دقو منزلا في سفر سفر دحديسا أو غيره سفر غير كيسا قفك محوك دعاء سنة يا من البادكتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يوقفك أرانيا أعوذ وحن مقنقلي بكلمات الله قال كلمات كيسا التامات أتام كاها وحن كفصرني القرآن من شر ما شر أيان حديث كان مسلم بصو صاري ذكر الرجوع نقشذي ذكر جيس يا يوباب يا هاي الله حسيني من السفر سفر كمرك لقى النقض أما غزوة مرك لقى صو النقض دولان يكبر وتكبيرنا يا قفكي على كل شرف تاكر كستا كركي سو كتكبيرنا يا شرف كوملك سو صو تاجن بالقوم كعابة ثلاث تكبيرات سد حجر ثم يقول حورنا يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون ونقنا ونقنين راجعون تائبون عابدون لربنا حامدون ربنا كحمدنا صدق الله اللو في وعده بلنتسي ونصر عبده أدونك سنة وقرقاري وهزم الأحزاب كوي الصوبة السنة الله سبحانه وتعالى وجب وحده كالجس سداسو كدعى سنة يقف كمرك وصفر ككسر النقضه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول كالله يقول هو ورنجري وكدعى سنجري إذا قفل من غزو أو حج حج مرك كسر النقضه أما دولان مرك كسر النقضه أي رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم دعاء آخر جري ما يقول وحورنا يا يوباب يا هاي من أتاه قفه إيماده أمر أمر يسره فرح قليا أو يكرهه أما كراهية قليا أمر باقوي من مركا كافر حيا أما كان نحيا محو قفك يكد عيسانا يا كان صلى الله عليه وآله وسلم رسولك ألا وحوها إذا أتاه الأمر أمره دو إيماده أمر كاسو يسره فرح قليا قال وحو أرنجري الحمد لله ما هاد الله اسكاله الذي أليه أي بنعمته نعمة ديسة تتم الصالحات وناقيالك كتام نقدان أي أرنجري وأعشى رسولك صلى الله عليه وسلم كور نيسا أنه كان إذا رأى ما يسره قال وإذا أتاه الأمر أمره دوي ماذا أمر كاسو يكرهه مركا رسولك أنك النحية ومركا كراهي قليا قال وحو أرنجري الحمد لله على كل حال ما هاد الله اسكالي على كل حال حال كستون كسو غنهي يأرن كستون كسو غنهي ما هاد الله اسكالي جل وعلا فضل الصلاة دعالي فضل قيدا يوباب يهي لو دعيني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله دعيني الصلاة معناها والدعاء ملائكة الله سبحانه وتعالى رسولك يكسل لسا وحيوه دينا ينمرك مقام صارع يا الله سبحانه وتعالى رفع الدرجات الله سبحانه وتعالى رسولك وكسل لنا يا أنك نصدوك لوحنا لا أمر إن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم كسل لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن أبي هريرة قال وحيدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى قفك يصلي علي دشيدا صلاة هل صلاة صلى الله عليه اللوح كصليني بها عشرا تبنبو كصليني تاسو تبن أقبدلي والحسنة عشر أمثالها رسولك هل مرهدات كصليسو الله تمنجر مركا كصليني قاضي وحليه معناه رحمته وانحريص النحريسان وتضعيف أجره أجر كيسنا الله سبحانه وتعالى قفك ولا بالله بيا ونحريسان
وقال صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو يري لا تجعلوا هكي يلينا قبري قبري هكي يلينا عيدا عيد هكي يلينا أي ميل لصون نقضو عيد لك دكتو لقون نقضو هكي يلينا وصلوا علي وصلي فإن صلاتكم صلاة دينا تبلغني ويسوغاري حيث كنتم ملك الصد جوكتان وعلي سبحانه وتعالى ملك بوكي شيوركا رسولك صلى الله عليه وسلم قفك الصوك صليا وعلى قارسين يا يوحل أرانيا عبد قاس أياك وصليي وقال صلى الله عليه وآله وسلم البخيل قفك قعنت أذك من روح ويان ذكرت الله يوشيك عنده أكتيسا وفلم يصلي علي أنا نقصل بخيل كاسب لغمك عابا ما ها قفك مالك الريبتا ما ها قفك علمك الريبتا بخيل وحلغمك عابي كرا قفك النبي محمد مقعيسا أكتيسا لغشيك صلى الله عليه وآله وسلم وآنا مركا قصل رسولك صلي جيسا مركا وإن لبضيا خاصة مالين تجمع هذا يهبيث نجمع هذا وحلدوني إن لبضيا صباح لي وحلدوني يتمجر إن لغصل ليو قربتي وحلدوني يسيدوك لتمجر رسولك إن صلى الله عليه وسلم إن لغصل ليو ومن أذكاري الصباح والمصابح كمتة وانصمرني كتابكا بانكصمرني وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ألوح إليها ملائكة ملائك صياحين صعونيس في الأرض بلك صعونيس يبلغوني ويسوغارسينيان من أمتي أمضي إذا حقي إذا السلام صلانتي سلاميان بيسوغارسينيان واللهم صلي على محمد يصلي رسولك أتقصر لنيسو ملائك بو الله سبحانه وتعالى أوكي شيء وقال صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحيري ما من أحد روح مجرى أو يسلم علي سلاميا ومركض رسولك صلى الله عليه وسلم زيارته إلا رد الله علي اللوح إيسو عليني روحي روحي إيسو عليني يايو حتى أرد عليه سلام إلا قفك صلانتا أنكر رديو رسولك أن مركض أتكتو وأترى هذا السلام عليك يا رسول الله الله سبحانه وتعالى روح دي وكسو علينيا وحكوليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركوين الحجية وبيتك الله سبحانه وتعالى للزيارة كذبنا مزيدك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم للزيارة مزيدك مركا الله برك عوضة كتو كتو وأطفال لي مركا هشو صلاة باوحد آذيسا قبري رسولك رسولك صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم مركا تاس إن حجك الله سبحانه وتعالى زيارنا وأن مركا حجنا الله سبحانه وتعالى هنو يرزاقه هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إشاء السلام سلامت في دينت هذه أي أبا بها سلامت مثلا أذبت هذا وحكم إذا قفك يروح سلام يا قفك وين ددك بضان وحي سلام يان أني أنا رهض ددك ير ددك بضان بي سلام يان قفك السعودة تنفري سلام يا واسدس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ادخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أبو هريرة رسولك كوريني رسولك وحويني لا تدخلوا الجنة جنة قلي ميسان حتى تؤمنوا إلا إيمان لينك هلا وشرطي ولا تؤمنوا إيمانا لينك هلا ما يمر ميسان حتى تحابوا إلا تكجعلاتان. أولا أدلكم أيذين تسا على شيء شيء إذا فعلتم وهدات سميسان تحاببتم أتجعلانيسان أفشوا السلام بينكم سلام تدحذين كفا فيها ثلاث سدح من جمعهن قفك جمعية فقد جمع الإيمان إيمان كيبو جمعية وجمع استي. أثر كان عمار بلغولنا رضي الله عنه بخاري بصوصة رسوق وموقوفة الإنصاف إن كعدالة فشو من نفسك نفتادا وبدل السلام يسلانتي أو لغفا فيو
للعالم عالم كودن والإنفاق إيوه إن وحل بحيو من الإقتار يران إيضو إيجرت إن وحل بحيو إقتار كوات قانان أي القلة لقوم قعابا اللهم جل وعلا مركو أمان أي عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما مركا سدح ذا قفك هدير لقيه لإيمان كيسي وكل مستوى مركا إيمان كامل أيا لقيه لأيا الإنصاف من نفسك وبذل السلام يئن لقد بي سلامتي أما الله فافية للعالم عالم كودان لقفا فيه يو الإنفاق وحبحن من الإقتار يران حق هذا لقبحيه إلا وحي ليهين قفك إصوغ وحي رهيستا مركو وحبحيه مركو وحبذن هلانا ويكسي درانتها يو وحوصي بحنايا وحبذن بو بحنايا مركا وحيابها إيمانك خفك لقو قرت وحكم إذا إصوغو وحي رها إستابو وحبنا بحنايا سلامة فايدة بنا بيلا إذا هاي ضدكو مثلا وحي نقضان ضد إسجعل مركي سسلامان مثلا إسجوينتي بيكفو غانيان إيو تهاجركي سفي عم بيسو برانيان عرضي إيو وحا كفو غانيا مثلا عقددي إسو قبين ضدكو مركي سسلامان مركا سلامة إن لفافي ويان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرجل نبا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويديه أي الإسلام خير أي خصال الإسلام خير إسلامك محاوه خير بضن خصالك خير بضن بويديه قال وحير تطعم أن تطعم الطعام راشيننا تقودي صبا وفي عن وتقرأ واند أخرين السلام سلامتي على من عرفت قفك قراني سوئي ومن لم تعرف قفك دان قراني إسلامك وحاوفي عن مركا إن دتك دباطي سنة قاجي سن وحل سيو إيه إن لسلامه قفك قراني سيو قفك دان قرانينين سلامتا خاصك إيه دتك لسلامه وحي كمي من أمارات الساعة وحيابها لقو قرتو ساعة ديني سو دواتي وحا كمي دا سلامتا خاصك مثلا دد سلجوغ انت سلامتو هبل مركا خاصة تقول يا شاطر هذا أذيكم كسلامة ما جي عيسى تدوي يرتو وحكمتها مركا من أمارات الساعة مركا قف كذا جرني يقف قد جرني سوح لدون ينا سلامته كيف يرد سلام سلامتي سدوع علينا يا على الكافر قال كي وع علينا يا إذا سلم قف كمركو سلامة قف قال يا كسلامي سدات سلامتي وع علينا يا إذا سلم أدو سلام عليكم دشينا أهل الكتاب في كتابك لسيي فقولوا وحات رهدان عليكم وحال اسكوها يستاووو قاس هدير لقو الدرو علماء قاركض وحي رهدين تيه رأيي كحران تهيو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيلا من نقونيسا مركا إن لقى جرى يافي عن بيليين قاركض وعليكم كلي يلي رهدو ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وحليه ذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم عليكم السلام هذا والله أرانكرا سلف كيبا لغا سوغوري غورم الله أرانكرا مركا دوغاتو قفك اللفظ صحيح نقوك سلامي مثلا قف أهل كتابة وحكيري السلام عليكم ورحمة الله لفظ صحيح إلا انقصدا وحكوتي مد يهودا وحي سمين جيرين مركا سلاما يا صحابة يا رسولك بيحورن جيرين السلام عليكم مو دشينها هذا أرن كان سيدا سيكتب مركا إذن سلامان وعليكم ده وعليكم السام موت كدشينا هذا عائشنا آد بيمالين مركا أو عيسيب ورسول كينا صلى الله عليه وسلم باك علي طيب مركا أهل الكتاب كمركا يددك سلامان وحال أورانيا وعليكم بلغو أورانيا هذه السيسة حيكو سلامان علماء قركض حليهين وحال أورانيا مركا سلام صحيح يا لغو سلاميا والله أعلم دعاء سياح الديك ديقا دواقي سيير تانكيسا دعادي لدعي سنة يمركو يرأي أبابي هاي ونهيق الحماري يدميركا عديسا يدواقيسا مثلا ديكا واتقانان وديق عادقا وألبكا مركا ديقاقا لغو مقعبا الديك مركو دواقو محالة سمينة يمركا دمقشو عن أبي هريرة رسولك أبو هريرة كورينا يوحي إذا سمعتم هذا المقشان سياح الديكة
ديقا دواقي سهدان مقشان فسأل الله من فضله أن ليراتك سوي ديسة اللهم إني أسألك من فضلك دها فإنها محايا لرأت ملكا ملك بيأرتي وإذا سمعتم هداد مقشان نهيق الحمار دميركا دواقي سهدان مقشان فتعوذوا بالله الله كم قنقل من الشيطان الشيطان كم قنقل دمير ييري هداد مقشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده فإنه رأى شيطانا شيطان بو أركي ديق مركو ييرو مركا سدا صلى سمينا يا محايا لديق حديث صحيح وابو داود كسوغان عن زيد بن خالد الجهني بلغورنا يا رسولك وحو يري لا تصب الديق فإنه يوقظ للصلاة ديقها عاين أبو يره الله عن أذنا محايا لددك صلاة أكعية ووحي الله لقو حساب كمو صومالي لديق يركي بيره دان وقتك كعيان وقتك لك عي مثلا وقت هذا صلاة أيور دواقع صلاة نددك وأكعين يا مركيانا لن عن أذن إمام النووي رحمة الله تعالى عليه وحليه هاي وحلقة قادنا يا مركا الحديث كان الدعاء عند حضور الصالحين دتك وناسن ملك رأرك يميله جوغان ملك لي مادو إن لدعيسو ألي اللبريو أي حديث كان لقى قادنا يري غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وأحبابه وسائر المسلمين دعاء نباح الكلاب بالليل دعاء نباح الكلاب أي ذا بواقي ذا مركا لما قلو دعا دي لدعيسنا يي أو بالليل هبينك دحديسا أي أبابي هاي إذا سمعتم هذا المقشان مباح الكلاب إياشا إذا هذا المقشان إيا مركا بواقو دا ونهيق الحمير نان مقشان دمير رضا بواقو دا هذا المقشان إييرتو دا بالليل هبينك فتعوذوا بالله ألك مغنقلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دها منهن حقو دا فإنهن إيقو وكلابتي إي حميرتي يرين ما لا ترون يرين وحي أركيان ما لا ترون وحدا أركين إن صوت الحمير الله سبحانه وتعالى وكان لها إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صوت وحا أقوح المركة كوا دمير رضا أقول لي أقوح المركة مركة لما قلو الله جل وعلا يا مركة شيطان لقم قل يا الدعاء دعاء أيوب أبي هاي لو دعيني لمن سببته قفك عيسو مثلا محاذ قد عيني سقف بعض لعنة سارتي أما قفك مثلا عذي ساوحا إنو هذا الحنكو هذا الله أفصمي بالله ما يقانو محوصة مين يا مركا عن عائشة وحيلادها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحيري اللهم ألو فأيما مؤمن مؤمن كستون سببته أن عايو فاجعل يل ذلك عيدا له إساق وغيل قربة رواش إليك حقاق يوم القيامة ومركا عيدي أنقفك كسميي يلعن دي أنساري الله أبدلو وحاد وقدك تامركا محريس وقدك قرب ينوكاكو قد وادو مركا خير يدعو أبدل تاسا لورنا يا مركا دعا داسا لقدعي سنيا اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة ما يقول المسلم مسلم كوحو ورانا يوم إذا مدح المسلم قفك لو مسلم هدو أمانا يوم محاد ورانا يسان أما أنت حد قلب كسيدة ذب لما أقلو إذا رأيتم المداحين فاحطوا في وجوههم التراب هذا دركتان تذكر آدي أدو أمانا رسول كوحو يري وجهو ذو حد كدادي سان عيد كدادي لما رب قفك مثلا إنه نقضو قف ضدك أمانة ضدنا وحك الشيقة لا محالة هديتها هاي وأن لقم أرمين رسول كان نو شيقة يوحى لأورانا يو حديث كان أبي بكرة باع عن أبيه كورنا يا وحليه مركا مدح رجل رجلا عند النبي من بانين أمانة رسولك أكتيسة صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحي رويحك قطعت عنق صاحبك ورقفك أمانتي قورتاد كقويسي بويري قورتاد كقويسي قفك عادات وامانتي إذا كان أحدكم قفكين هديئو مادحا أمانا يصاحبه صاحبكيس لا محالة لغا مرمان أيتهي فليقول هاي راهدو أحسبوا أن ملينا يا فلانا روحاس ينو سيدا يهي والله الله حسيبه حسابنا يا ولا أزكي طهر ما يعلى الله ألا دشيس أحدا قف
أحسبه سداسا أملينيا إن كان يعلم ذلك أرنك هدو أقيهي كذا وكذا أحسبه كذا وكذا قفك أهل خير إنو يهيبان أملينيا من وناسا إنو يهيبان أملينيا من صدقة بحي إنو يهيبان أملينيا مركا مركا أمانيس سداسا أرانيسا ما يقول المسلم قفك مسلم كوحو أرانيا إذا زكي مركا لأمانو تاوى قف مركو قف أمانيا مثلا نديق لغو أمانيا آدي آدبا لغو أماني أمانتا لغي يابي مثلا إني كحد قد بسو وحيابك لمركا كبر إيو إسلويني إيو دادكي إنا ديس إني كوكينتو هدي مركا لغو أمانو دادورتي لغو أمانو مواتي جعلانا إسايو لا لا هبل سدوليه هاي هلا سمييو ننكاسان ننرقا مسوا دعيسان إسا قفكو حوارانيا اللهم ألو لا تؤاخذني هاي قبن بما يقولون ذلك وحكها الله يعني أمان الله يقبان واغفر لي الله ويداف ما لا يعلمون ذلك وحين أغينه أو من الذنوب الله ويداف واجعلني إيال خيرا مما يظنون وح خير إيما لينا يانا الله مركا إيه تاسد كدعي عيسى نيسى فقر ظهر اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون أذب المفرد أيو كسوغن يهيو بخاري يا صوصاري سيدوك الألباني رحمة الله تعالى عليه وصحيحي عدي ابن أرطاه وحليه كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زكي قال صحابة قفكم إذا مرك الله أمانه وحكد عيسى جريد عدا أبو بكر بي سيدوك رحمة الله تعالى عليه كسوغنته مركي آدي الله أماني إنه يرى اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون إلا ينقفكم ناسا وحلق يابا وحيابا بضاني ضدك إن نكور قبينو الله وكور قبينو يجرتو أي دعكرتا تانا الله بويدي سنسا واجعل لي خيرا مما يظنون كيف يلبي المحرم قفك محرم كاسدو وتلبي سنيو في الحج حجكي والعمرة تلبي دوا إن الله سبحانه وتعالى لا أجيبه وحين خاص كتهي حجك يو عمرة خاص كتهي حالي وحن صومرني هبين هوري في صحيح البخاري عن ابن عمر إلا قوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملبدا رسولك مضحى دوبتيو يقول أرانيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مركات حجينيسو أمو مركات عمريسانيسو أولا مركات حراتو تلبيذان أياد بالله بيسا لبيك كأجيب اللهم الله لبيك لبيك لا شريك لك شريك مسكناني لك لبيك وأجيبي إن الحمد مهدنتي إيه والنعمة نعمدي لك والملك وحصدا أديك كوسكنادين لا شريك لك مركات تلبية لكم عبايو قفك وحال دونيا إنو كر قاضو مركو حجك آدي عمرضا مركو آدي إلا بيتك مركو كقارو كطوافو مركا واسدا عماشك لأوقودا قالو التكبير تكبير سيأي أبابي هاي قفكو تكبيرين أي إذا أتى مركو يمادو الركن الأسود ركن يمادو با الحجر الأسود بالاقا وضا مثلا مركا الله عمريستو أولا طوافو حلقا بالعضي حجر الأسود وضاق حامدو ضاق حامدو جنة لقا كيني وحو لما دو بادي ذنوب تبني آدم بو لما دو بادي مركا لغا كينا يي جنة ما آني راهضو برفقو كعدا بني آدم كاسدي اتابنا يين والله يابيس هادا مدو قيس آدي آد بو مدو بادي مركا ماشا ستطوافك لغا بالعبا يا قفكو اسكتو سينا يا علامت بولي يا هاي طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت قرغو طوافي كعبذي بالغا وضا على بعير النف قيل سقو سارا كلما أتى الركن مركز ما ذو ركنك وحجر الأسود كي أسار إليه وكو إساري بشيء عنده أكتسى وكبار الله أكبر بودهي هداد قعنت ساري كرتو دون كنك توات سمينيسا هداد قل وضا توات ساري سايو الله أكبر بالليدهي هديك لقعنت تاقي سايو الله أكبر بالليده وميش طوافك لقب الله الله سبحانه وتعالى مركا إن الميشة طوافنا هنو كسو الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود الدعاء دعذي بأبا بها لدعي سنيي بين الركن اليماني انت أود حيث الركن اليماني جيو والحجر الأسود دقي حمدو با دقي حمدو يركن اليماني
ركن إيمانك مركا تاجنتها حجرك ركنك وحكاجر بده مركا أنت أود حيس محال قد عيسنا يا مركا طواف يسوع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بل قد عيسنا يا ربنا آتنا الله نسي في الدنيا تنيذ رح حسنة وفي الآخرة نسي حسنة وناك وقنا عذاب النار بل قد عيسنا يا دعاء الوقوف دعاء بأبابها إلى دعاء سنية الوقوف مركا لدو الاستاذو على الصفا بورتا صفا لقوم قعابو إيه والمروة مروة بورتا لقوم قعابو اللي انقفك مركو دم يستطواف كيسا وحال دون يا إنو آدو الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله كواسو آدية ودو الاستاذية دعاء لنا وكدعاء سنية لما دنا صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إن مركو أدوا هذه من الصفا بورت صفا لقوم قعابه فقرأ وحو أخري إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا صفا بورت لقوم قعابه والمروة من شعائر الله اللي جل وعلا شعائر تيسي على مذيهس أي كم ديهين أبدأ وانكو بالآبي بما بدأ الله به اللي وحوكو بالآبي وسعيقا وحالك بالآبي مثلا صفا لقى بالآبي فبدأ وحوكو بالآبي بالصفا يوكب بالعبي أما كوريتان كبو فرقي وفول عليه دشي سبورتي بفولي حتى رأى البيت إلا وكعركو كعبدا وكغسو جستو فاستقبل القبلة قبلة وسو جستيو فوحد الله ألو وحدي لا إله إلا الله وكبره الله أكبر ويري وقال وحيري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز ألواء في وعده بلنتسي وهددتك المؤمنين توقرقاري ونصر عبده ودونك سنة وقرقاري وهزم الأحزاب وهزم الوجبي الأحزاب كوي الصوبة هستي وحده كليس ثم دعا بين ذلك أنا انت أنا ثم دعا ودع عيسي بين ذلك انت أحد أنا ودع عيسي قال وحويري مثل هذا كم بويري ثلاث مرات سد حجير الحديث حديث كسيودة وفيه حديثك وحد حديثها ففعل رسولك وسمي على المروة مروة مركوف لينا كما فعل على الصفاء صفاء مركوف لي سيدو سمي بو مروة وسمي معناها وفو لي كعبض وسو جستي فوحد الله وكبر لا إله إلا الله وحده ونمرك هو أخري سيدوك لإن الصفاء والمروة من شعائر اللهنا هو أخري ففعل على المروة مروة شهدان وحو سميه كما فعل سيدو سميه على صفا صفا دو شهدو سميه الدعاء دعا ديبو أبابيها اللي دعاي سنيه يوم عرفه مالنت عرفه لغو مقعابه عرفه واتقانا وموقف الاستاغ يوم مالنت السقالات مالنت اللي جل وعلا وصو دوانيا ددكو وصو دوانيا عرفه تاغا انظروا عبادي هؤلاء الدو مضي ذا ايغو ليها ملايسو الله الله يا وإي مادين ايغو لغب ساسا وإي مادين إيغو لغا بور لهو تيما بساسن بإي مادين أشهدكم أني قد غفرت لهم وحان مرخاتي إذن كدقيا إنان أدن بداك وامان فضل بدن مرخاتي.